ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا دلوقتي لفقرتنا ضربة حرة. ضربتنا الحرة النهاردة هتكون مع بطلة بتتميز بعزيمتها وطاقتها الجبارة اللي بتديها لكل اللي حواليها، نموذج الإصرار والتحدي. هي أول ست تشتغل وكيلة لاعبين كرة قدم في مصر والوطن العربي، رغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها من مرض وحاجات تانية كتير، إلا إنها ما سابتش أي حاجة تهزمها وتوقفها عن تحقيق حلمها. ست حريفة زي ما الكتاب بيقول. فتعالوا نشوف مين معانا ونرجع لكم مرة تانية. زي ما شفنا معانا البطلة سماح حمزة، أول وكيلة لاعبين كرة قدم في مصر، واحدة من أكثر السيدات المشرفة كمان، هي مش بس في مصر، في الوطن العربي. برحب بك يا سماح، منورانا. سعيدة جدا 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 ان انا معاكم النهارده، ده اولا، وسعيدة جدا بالمقدمة الجميلة اللي قلتها لي دي. لا اسعدتني قوي. احنا اللي سعداء ان انت جدا معانا. دي حقيقة. سماح، اول حاجة عايز اسالك عنها، ليه وكيلة لعيبة؟ وكيلة لعيبة لأن اللي بتودي النادي الأم، واللي بتروح مع أولادها التمرين الأم. الله. والأم بقى أما تيجي تشتغل أولادها خلاص بدأوا إن هم مميزين وعايزة تتكلم، بتتكلم مع مدرب، مع راجل. وإحنا عندنا لحد النهاردة الجزء اللي هو يعني مش هتنفع تتصل بمدرب أي وقت، مش هتنفع تقول له أي كلام. فمن هنا بدأ إن أنا اسألي براحتك بقى، أنا معاكي ستة وكلميني وقت ما تكلميني، طول ما في لعيب كويس انا مع الام في اي حته. تمام. ده كان السبب. دي كانت البدايه او الفكره. حلو. ابتديتيها ازاي بقى؟ يعني جات ازاي الفكره وابتديتيها ازاي؟ واول حد تكلميه او معلش بمنتهى البساطه كده اقتنعوا بيك ازاي؟ انت داخله شغلانه صعبه جدا جدا وكلها رجاله، ففكره ان انت تخترقي وحد يكلمك، طب اكلمك ليه واكلم حد راجل؟ في البدايه ما اقتنعوش خالص. يعني احنا الجزء بتاع الاقناع ده ما كانش موجود، ان هو راجل يتقبل فكره ان ست هتشتغل في المجال الرياضي وتزحمه وتقول له اتاخر كده خد لك جنب وخدني قعدني جنبك. اوكي. دي ما كانش موجوده. اللي ما اقتنعوش ان النوادي مش اولياء الامور بتوع اللعيبه او مش اولياء الامور. اولا ما بتيجي تقنعيهم ان انا بشتغل في البدايه خالص في مجال اللاعبين، طب وانت وديتي مين قبل كده؟ طب هتتعاملي مع ابني فين؟ وبعدين كل اللي جاي لي من البدايه عايز يصفر ولاده، طب ما استنوا نشتغل داخليا وبعدين نفكر خارجيا. فبدات بقى من هنا الفكره جات لي، خلاص انا نمت قمت من النوم الفكره سبتت في دماغي، خلاص انا ماليش دعوه. لقيتي اعتراض من اللي زيك اللي هم وكيلين الرياضه طبعا الرجاله؟ لا، لحد كده ما كانش وكلاء اللاعبين انا يعرفوا عني حاجه. فبدات ان انا اشتغل. طب انا قعدت افكر بقى واستخير ربنا، طب انا هشتغل وكيله لاعبين، ايه الجزء اللي ابتدي ان اشتغل فيه فيسمع بسرعه كبيره واثبت فيه ان انا شاطره قوي. فبدات اشتغل في مجال الافارقه. برافو. يعني عليك. الصور اللي احنا شفناها هي معظمها او ثلاث ارباعها افارقه. فقلت لهم طيب مش انتم مش عايزيني، لا انا هشتغل لكم في حتتكم، والحته الصعبه اللي انتم بتجيبوها من بره انا هجيبها لحد عندكم. انت قلتي تنوري وتعملي اسمك في حته بره. برافو. فبدات اشتغل على الافارقه وجبت اول لعيب افريقي، كان صدفه بحته من عند ربنا كده، هو بيتمرن في مركز شباب وانا من بعيد بقى انا مركزه عليه، ده كويس، هو ده بدايه الانطلاقه بتاعتي، هو ده ان شاء الله، هو ده الامل. فروحت كلمته في البدايه، هو ما استوعبش يعني انت بتكلميني فيش في مصر ما شفناش حد بيشتغل ست امشي معايا بس وصدقني. وانا هديك بوكت ماني وتمرينك على حسابي والقصه كلها تبعي. احنا وصلنا ده يا ابو اكوامي، ده في نادي الحاله البحريني دوري ممتاز. ويحسب لي ان انا اول ست خدت من مصر افارقه وديتهم بره مصر ان هم يعتمدوا عليا، ده التيم بتاعي. بعدين بدأت بقى بلعيب سوقته، جبت التاني سوقته، فبدأ ان انا عندي تيم كامل من الافارقه لعبت بيهم انديه كتير جدا دوري ممتاز، وبدأ ان يتسمع بقى اسم سماح حمزه، لا بتسوق كويس. وتميزتي في حته اللعيبه الافارقه؟ تميزت في الافارقه واقنعت بقى المصريين اني انا اشتغلت الصعب.
فالمصري لما اشتغله هيكون اسهل، ده ابن بلدي، بس كنت اقنعت اللي من بره مصر. صحيح صحيح. لا وبقى عندك برضو الخطوه الاولانيه ان انت ما كانش عندك برضو زي ما نقول سي في، محدش عارف انت عملتي ايه. طب الناس دي بتتواصل معاكي ازاي او انت بتطلبي منهم ايه علشان تعرفي تعملي لهم التسويق؟ اول صفقه اشتغلنا فيها فاللعيب اول ما وديته النادي نزلنا الصفقه على الميديا فبدا يتسال، ده رئيس النادي، ده اللاعب اللي في النص دي امه، فانا هو بشرته سمراء، فروح انا كاتبه لهم من تحت لا انا خالته. وبدانا ايه نتكلم ونرد لحد ما بداوا لا انا وكيلته. فالولد خد كانت على جريده كبيره في مصر، بدا ان اللاعب ده ياخدها ويوديها لبلده. بالليل لقيت رسايل بفتح قفلت فتحت، ايه ده انا بقيت انترناشونال يا جماعه، ايه اللي حصل ده؟ انا لقيت بقى غينيا، غانا، السنغال، جنسيات كتيره جدا بدات ان هي تكلمني وتبعت لي الداتا بتاعتها. أوكي. من هنا بدات بقى انا لازم ارتب دماغي. هاخد الخطوه الجايه ايه. وانا مشيت بسيستم ان انا مش ما كانش سعي من اول ما اشتغلت الدوري الممتاز. وده كان الاختلاف. انا اشتغلت اللي هو هاديه، اخد خطوه برافو. اخلصها اخد الثانيه، شغل الحريفه بقى. أيوة. هنا بدا ايه شغل الحريف. ان انا مش عايزه ازاحم. انا عايزه اكون مختلفه في حتتي. يعني في اسامي كبيره جدا وكلاء بيشتغلوا دوري ممتاز، دي حتتهم. انا قلت لا انا هشتغل من الثالثه والثانيه عشان اما اطلع لكم هكون قدكم في المساحه، قد الخناقه. انا باخد خطوه بس كده. فبدانا دلوقتي وصلت لحد فوق بقى دلوقتي، وبقى عندي لعيبتي في الدوري الممتاز، وبقى يدوني كتف اديهم كتف كده وحاجات من فوق الحزام وتحت الحزام وخلاص. شغلانه الايجنت او وكيل اللعيبه هي من اكتر الشغلانات اللي فيها تحت الحزام وفوق الحزام، دي وشغلانه مش سهله خالص. كنت الاول اخد الحزام واقعد اعيط. اتحاربتي طبعا طبعا. دلوقتي فهمت. هو انا في حد داعم ليا، انا جوزي داعم، هو في المجال الرياضي ما شاء الله. فاول يوم عيطت بقى قال لي لا هنبتديها بعياط، والله ما هتمشي 5 متر قدام. صح. انت خدي الضربه وجهزي تردي الضربه ازاي. فمن هنا بدات بقى لا انا هاخد الضربه، اخد نفس وهركز دماغي واروح طالعه بحاجه ثانيه. فالحمد لله رب العالمين. حلوه قوي. والله بنحييكي. والله يعني مفيش ست تقدر تعمل اي حاجه من غير الاب اللي من وهي صغيره بيامن ان هي هتقدر تعمل حاجه، من غير الزوج. من غير ابنها، انه ابنها يقعد يقول لها يا ماما انا عايزك تعملي كذا. فطبعا بنحييه اي حاجه وصلت لها زي ما انت بتقولي، اكيد ليه فضل. انت اتشهرتي كان في لعيب بيقول لك يا ماما، احكي لنا الموضوع بتاع اللعيبه. يعني احكي لنا كده بتتعاملي مع اللعيبه ازاي وهم بيتعاملوا ازاي معاكي في الملعب. هو ده الاختلاف. انت حتى لو خدتي بالك في الصور انت هتلاقيني في كل الصور انا قاعده في الارض. انا مش اعتياديه. انا عشان عديت بمراحل كتير في حياتي، تعب ومرض وبتاع، فالشخصيه اختلفت. يعني انا ما اتكلمش جد لما اكون زعلانه. ايوه. أوكي. غير كده لا، انا على طول مبتسمه وباخد دم خفيف وده باين. اخد كل الامور بهزار وضحك. فاحنا كان عندنا ماتش مع المقاولين العرب. وفي جيم واقف بيكلمني يا ماما انا عايز فلوس. فدقنا عند حته الفلوس، يلا يا بابا اسرح كمان شويه اما نخلص. هو افريقي بس فاهمني انا بقول ايه. فقلت له جيم مش كل شويه هتقول لي هاتي فلوس. فجه ورايا قال لي في معانا حارس اسمه مصطفى مجدي، فمصطفى ماسك الموبايل وبيصورنا عادي. خالص. فروحت انا جاريه قلت له مش امك يا ماما، مش امك. وبعدين نزلته لقيت 4 مليون بعدها بكام يوم. ايه يا جماعه ده. وبعدين بدات بقى بره مصر وتعمل فيلم عن القصه ديت، ان مين الست بتشتغل مع افارقه، وبيتكتب دلوقتي او هو اوريدي خلص الكتابه بتاعته فيلم امريكي اسمه انا، عن قصه حياتي ام الخمس اولاد. ويمكن هقول لك قصه لاول مره حد يعرف انا مؤهلي ايه. هقول لك النهارده ارجوك قولي. لا احكي لنا قصه الفيلم دي، انا عايزه افهم. هقول لك بقى، من ست بيت لخمس اولاد، وهكلمك والكاميرا قدامي، وممكن تكون ده لاول مره حد يعرف. انا مؤهلي دبلوم تجاره. دبلوم تجاره. وتحديت اللي قال لي ان انا مهندسه واقول له تمام، اللي قال لي ان انا دكتوراه واقول له تمام. تعلمت انجليزي كويس جدا 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 عشان اتعامل مع اللعيبه، كنت بذاكر. يعني انا بقوم اذاكر انا عايزه اعمل ايه عشان اتعلم لغه، عشان اقعد مع الافارقه، عشان النهارده يجي لي تشاما
ودييجو من امريكا واستقبلهم ونزل الشغل بتاعهم. اتنين من امريكا اصل اسباني وعايزين يحترفوا في مصر ودوروا على مين في مصر ان يوم ما يجوا لسامح حمزه. ف دي قصة يعني. سامح انت متأثرة قوي وخليتيني انا كمان متأثرة، والعيوطة اللي جنبي دي ممكن تعيط عادي جدا. انا بيمسكني لا هي دي 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 الحقيقة ان الواحد انا من احلامي كنت اجي هنا، فالنهاردة حلمي من احلام والدي الله يرحمه ان انا اجي. انا على طول بتكلم عن امي، وفي كل صفقة بعملها بكتب امي انا على العهد، لاني عهدت امي ان انا ارفع راسها. انما والدي الله يرحمه كان اهلاوي صميم جدا 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 لاقصى حاجه في الدنيا. فالنهارده عهدت ان انا هكون قاعده هقول كل حاجه بصراحه. انا سماح حمزه دبلوم تجاره، صاحبه شركه الوكاله للتسويق الرياضي النهارده، واقدر اتكلم اقول كده. ام الخمس اولاد ما شاء الله. عانيت من سرطان الثدي والحنجره فتره طويله جدا، وشلت جزء من 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 الامعاء من بطني. ف عديت بحاجات كتير جدا 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 عشان النهارده اكون حريفه من ضمن الحريفه. حبيبتي انا والله بحييكي، انا مش عارفه اقول لك ايه، يعني مش عارفه اقوم اسقف لك ولا اقوم ابوسك ولا احضنك. وانا انا نفسيا نفسي كده فخوره ان انا قاعده معاكي، يعني مش عارفه اتكلم يعني بجد. يعني لا انت بطله والله العظيم، واللي انت بتعمليه على فكره. هو انت شكلك وانت داخله كده يعني ست بمية ست حبيبت. يعني والله بجد يعني منوره جدا ومبسوطه اللي انت جايه تكلمي الكلام ده في الحريفه. هو احنا مش عايزين غير امثالك معانا، فانت عملتي كل ده وحققتي اللي انت عايزه تحققيه، واكيد امك الله يرحمها حاسه بكل النجاحات اللي انت بتعمليها واللي متابعينك. يعني انت محققه حاجه خطيره، يعني انا مبهوره بصراحه من اللي انا بسمعه. هقول لك، من اسبوع زي النهارده بالظبط كان في ميتنج مع سياده الوزير، وكنت انا ماسكه الجزء بتاع التسويق، حاجه تبع الوزاره، ستار اوف ايجيبت، وده مش اي حد بيعرف يدخله. فانا داخله هقعد ميتنج خاص مع الوزير، وانا ست مدير تعاقدات. فانا قاعده قبل اول ما دخلت، فحاطه ايدي كده حقيقي، وقعدت اقول يا سبحان الله، عمري ما تخيلت في يوم ان انا هقابل الوزير واقعد معاه، عمري ما تخيلت ان انا هكون في مكان ان حد يسعى ويجيلي. هو الانسان بيجتهد وبيعمل اللي عليه وبيخلص في شغله، فربنا بيديله اكتر ما بيتوقع واكتر ما بيتخيل. صح. كل ست بقول لها امني بنفسك، برو. خليكي مأمنة ان انت جواكي حاجه حلوه. طول عمري حاسه ان انا عندي حاجه بس مش عارفه احط ايدي عليها، هي ايه انا ما اعرفش، بس انا جوايا عندي يقين ان ربنا شايل لي الجايه حلو. فكل مره اقول يا رب انا عارفه ان انت هتديني. انا عيطتك خلاص، مش حرام عليكي يعني. فكل مره اقول يا رب انت هتديني حاجه كويسه، انا عارفه ان انت هتكون جنبي. اخد الخبطه واقع واقوم اقف، اخد الخبطه واجتهد واقول يا رب. اقعد اكلم ربنا كتير جدا، لحد ما جه يوم ولقيت سفير جاي بيتغدى في بيتي، سفير غينيا جاي يتغدى في بيتي. يا جماعه انا اقل من ده. اللاعب موري بنجوره، اللاعب توفى، عهدته ان هو اول يوم دخل المستشفى قال لي انا تعبان، وانت على طول بتقول ورحمه امي ورحمه امي. انا لو مت في مصر بنفس اللغه، انا لو مت في مصر يا ماما خدني انام جنب امي في غينيا. فقلت له وعد، وانا كنت املي اقول له اسد يلا في ايه، يقول لي انا الاسد اهو. فروحت قايله له كده فما قدرش يرفع ايده، فهنا عرفت ان في حاجه هتحصل. اللاعب قعد 14 يوم، خسيت في ال 14 يوم 20 كيلو. ام بجد ما باكلش ام، هتلاقيني بقى انا على الميديا اي حد يكلمني عياط متواصل، وما باكلش ما باكلش خالص، لحد ما اطمن عليه الولد توفى. يا الله. المستشفى بدات تحجز الجثمان، القصه كبرت. انا بقى هنا اثبتي بقى ان انت حريفه، مش انت كويسه يلا شيلي. فبدات عملت استغاثه لسياده الرئيس واستجاب، سياده الوزير تدخل ودفعوا المصاريف للولد وسافر. والاقي مكالمه جايه لي من السفاره الغينيه في مصر، السفير، افتكرت ان انا اللي هروح لهم يعني. قال لي لا انت اكبر من كده، السفيره عندك بكره في بيتك الساعه 2 الظهر بوفد رفيع المستوى
هيجي يتغدى عندك في البيت. والله يا رب انا لما ساعدت اللي انا اساعده ساعدته من منطلق الام يا حبيبتي النيه، فيجي سفير يتغدى في بيتي النية. والمنطقه كلها، انا في منطقه شعبيه في كبر القبه، المنطقه كلها العربيات اللي جايه قفلت المنطقه كلها، وانا بقى بعد كده الناس عرفت ان انا بشتغل في مجال رياضي، محدش يعرف انا ام عاديه جدا، انا بروح بيتي ست بيت خالص. فهو ربنا بيكون اعلم باللي هنا، فبيفتح طرق وبيبان ما بنكونش عاملين حسابها خالص. بصي انت عملتي كذا حاجه، انت مهمكيش دراستك، مهمكيش الصعوبات اللي انت فيها، امنتي جدا بنفسك، امنتي ان انت لازم تعملي حاجه، وعملتي وربنا كرمك، وتعاملتي كمان مع اللعيبه دول من جوه قلبك. انت مش بتقومي بدور، انت بتشتغلي شغلك وانت حباه، بس انت معاهم ام في الملعب، يقولوا لك يا ماما، متواجده معاهم كانهم ولادك. وده حقيقي، فهو ده تعويض ربنا التعب. انت تعبتي ولقيتي، والله بجد تستاهلي، يعني شخصيه كده ماليه نفسها كده، والله حريفه. كفاني تاثر، انا عايزه اسالك سؤال. كفاني مش انا بقول لك، لانه انا لو دي فتحت مش خلاص كده كفايه. خلاص كده. ايه اكتر صفقه نفسك ان انت تعمليها، او لعيب نفسك انك تشتغلي معاه في مصر؟ نفسي اعمل صفقه النادي الاهلي، ودي من احلامي وطموحاتي، ومتاكده وكل يقين في ربنا ان انا هيجي يوم وهكون انال شرف ان يكون ليا لعيب في النادي الاهلي. انا باكد لك ان ده هيحصل، يعني انا اقدر اكد لك انه انت هتقدري تعملي ده، لانه ما فيش حد في الدنيا يقدر يعمل كل اللي انت عملتيه ده، وهتصعب عليه ان هو يجيب لعيب في النادي الاهلي، وكمان بره مصر يمكن تشتغلي في انديه اكبر بكتير. لما ده يحصل بس عايزاكي تكلميني تفرحيني زي ما عيطتيني دلوقتي. عينيا ربنا. احنا اوريدي فرحانين، يعني احنا بجد فرحانين، وده فعلا زي ما هند بتقول لك، ده التطور الطبيعي اللي هيحصل للنجاح والاجتهاد اللي انت فيه. احنا مؤمنين بده، على قد ما بنجتهد على قد ما ربنا بيدينا. الحمد لله رب العالمين. أكيد الحمد لله. أكيد هو اول ما الصفقات راحت، اللعيبه راحوا نادي الحاله البحريني دوري ممتاز، انا في بيتي بقى حلولي انا واولادي. لا انا حد يعني الحمد لله ربنا اداني اكتر ما استحق بكتير. ولادك عايزين نتكلم عن الجزء ده، وده اكيد جزء مهم. انت ام الخمس ولاد، انا ام العريس. ما شاء الله. ما شاء الله. ابني كتب كتابه اول امبارح، وان شاء الله زفافه 14/2 ما شاء الله. وده برضو كان حاجه، ان انا هو معايا في نفس الكارير، مدرب، كان لعيب كوره دلوقتي مدرب. أوكي. وده احمد، ومن هنا بقول له الف مبروك يا ابو حميد. الف مبروك يا سمر، الف مبروك يا احمد. ومعايا ادهم لعيب كوره ما شاء الله، ومعايا حمزه وعبد الرحمن لعيب الكوره. انت ام الولاد، ما عندكيش بنات؟ معايا بنوته. لا، حارس لعيبه كوره بجد. اربع اولاد وبنوته. على فكره انا ام التريبل، حمزه وعبد الرحمن وهاله توأم. الله اكبر، يعني انت حتى حملك صعب. انا شخصيه مختلفه. انا شخصيتي ايه ده مكتوب عليك يا حبيبتي؟ انا شخصيه يعني حتى يوم ما حبيبتي حملتي في اصعب حاجه، بس طبعا نعمه، يعني اصعب حاجه تريبل دي، اعتقد ما فيش اصعب من كده. الدكتور وانا بيعمل لي السونار واحد، جوزي قال له تمام الحمد لله، قال له لا اثنين، قال له كله جيب ربنا كريم. قال له في حاجه عايز اقولها لك، بس والله مش عارف اجيبها لك ازاي. قال له هم ثلاثه، قال له هو اقرب اسمي فين عشان اسلم نفسي. يا رب ولد ده فيلم. طيب انا عايز اعرف مين اللي كان داعم ليكي كده، وعايزه تشكريه وانت هنا في فتره تعبك والمشاكل والتحديات اللي مريتي بيها. اختي، انا ليا اخت وحيده هاله. هاله طول عمرها هي محتضناني، حتى ما كانت امي عايشه اتربيت في بيتها، اثرت في شخصيتي كتير جدا. هي الحد ملتزم جدا مع ربنا، نفسي ابقى زيها في يوم ما شاء الله، الحد اللي عنده اوراد واذكار وتدعي لي احس ان الدنيا جميله. اختي هاله بقول لها متشكره جدا على كل حاجه بتعملها معايا، ان هي سند وظهر. مصطفى جوزي من نعم ربنا عليا فعلا بجد، ان انا اشتغل في المجال اللي هو بيشتغل فيه طبعا، وان هو عارف المجال ده صعب قد ايه، وان يوافق ان انا اشتغل في مجال كره القدم. وساعات كتير جدا يجي يتفرج لي على حاجه ويكون موجود واقف بعيد ومش ظاهر، وما اجي اقول له يقول لي ده شغلك، ما ينفعش ابان فيه، لان انا لو جيت قدامك انت هترتبكي، برافو، ومش هتعرفي تظهري وتتكلمي بطبيعتك عشان انا موجود. فاحنا طول ما انا قدامي معايا ناس وفي شغل، لا مصطفى اخر واحد في اخر مكان.
وهو اكتر واحد جنبي في كل شيء، هو اللي علمني كل حاجه. هو اللي علمني ازاي اعمل سيستم، ازاي اجيب لعيب، ازاي اشتغل. بقى يقول لي ذاكري الانجليزي هيفرق معاكي كتير جدا، ابتدي ان انت احفظي كلمات. لا هو حد من نعم ربنا عليا. اخواتي كلهم احمد ومحمد وجمال، لا في ربنا اداني حاجات كتير جدا. حماتي، حماتي من الناس الجميله قوي 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 قوي، اللي لو جه تصوير عندي في البيت تطلع وتقعد وفرحانه ومبسوطه وتبوسني وتقول لي شاطره واقفه مع ابني، دي شاطره. والله يعني انا ست من مصر، ست بيت من منطقه شعبيه زي اي حد. عندي حماتي واخت جوزي هدى، ناس بحبهم جدا في البيت معايا. انت ست جدعه. بس فكرتنا خلصت للاسف يا سماح، بس احنا بعد الهوا ده انا اللي زعلانه. سماح انت نورتينا، و هطلب منك طلب يعني انا اقل بكتير من انا اطلبه. اوعي تيأسي مهما كان اللي لسه هيقابلك، لان انت قابلتي الوحش. لا اعتقد انت قابلتي الاصعب. يا ما دقت على الراس تبول بتعدي. لا عايزين خطط بس للي جاي، خطط بقى جامده جدا للي جاي. في هقول لك على حاجه، في خطه دلوقتي ان شاء الله هتكون في الامارات، ودي هتكون برضو حاجه، اول ست مصريه تعمل حاجه في الامارات. بوم بقى، حاجه كبيره جدا ما شاء الله، وهتحسب ليا ان شاء الله باذن الله. طب ما تقوليها يعني، ولا ايه؟ ولا لما تحصل تيجي معانا ونقولها تاني. هاجي معاكم وعد، وهتكون. طب مش عايزه تقولي دلوقتي؟ لا يعني هاجي وهكون وعد ان انا، انتوا ليكوا السبق باذن الله. اول حد يعرف الموضوع رسمي بورقه وبحاجته كلها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله. سعيده جدا انا كنت معاكم النهارده، سعاده لا توصف بجد والله. شرفتيني يا سماح. الشرف ليا. للاسف الشديد خلصت فقرتنا. بنتمنى انه كل ست، كل راجل، لانه كمان سماح مش مثال للستات بس، هي مثال لاي بني ادم بيقابل صعوبات في حياته وفاكر انه مش هيقدر يعمل حاجه، لا انت هتقدر تعمل ده. كل الدعم ليكي ولاسرتك ولكل حد من حبايبك، ان شاء الله تفضلي مشرفاهم كده على طول. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا.